التراجم كتباها أنا اليوم ولدتك، ويطلع لنا عد مشايخ فضلاء كفر اليهود واعتقادهم بأن الله هو. يا أخي مين قال كده؟ بس أهدى، صلي عني. الله تبارك وتعالى يقول إسرائيل ابن البكر، يعني بنو إسرائيل بكر الشعوب المؤمنة، ولذلك فضلهم الله على العالمين. هذا المعنى. على هذا الكلام الذي سمعتموه مجموعة من الملاحظات. الأولى أن المتحدث مغرم بالحط من قدر المشايخ. لاحظوا أنه دائما الشيخ متشنج متعطش بالجدل والمعارضة والصراخ، وهو يتعامل معه بهذا الهدوء ويريه سواء السبيل كأنه عاقل وهذا شيخ. وهذا أسلوب قد تكرر ورسخ في بالذات في الإعلام العربي في إظهار الشيخ على أنه جاهل لا يفقه شيئا في أمور المعرفة. الأمر الثاني وهو أن هذا المزمور لا يتحدث عن بني إسرائيل، وإنما هذا المزمور حديث من الرب إلى داود. في المزمور الثاني العدد السابع هو حديث من الرب، واضح ظاهر النص، حديث من الرب إلى داود، والنصارى يزعمون أنه حديث عن المسيح، فليس هنا باب للقول إنه حديث عن بني إسرائيل. ثالثا صاحب الفيديو ماذا يقول؟ يقول هذا النص يظهر أن ترجمته أو فهمه الصحيح هو أن بني إسرائيل هؤلاء هم بكر الشعوب المؤمنة، وهذا كلام باطل فاسد. يعني بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. طيب، وقبل ذلك لم تكن هناك شعوب مؤمنة؟ هل الإيمان بدأ مع بني إسرائيل؟ طبعا هذا كلام فاسد ظاهر الفساد، ولا أدري يعني ما تخريجه عنده، وإنما الإيمان قد بدأ من زمن آدم عليه السلام مع بدء رسالات الوحي. أخيرا، هل إن هذا النص عندما يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، هل فيه تحريف كما يزعم هذا الشخص ويريد أن يعطيه ترجمة جديدة؟ لا، النص العبري يقول بني أتا أني هيوم يلد تيخة، بني أتا أني هيوم يلد تيخة، كما هو عندكم الآن في هذا النص العبري. بني يعني ابني، أتا يعني أنت، هيوم يعني اليوم، والهاء في العبرية للتعريف يعني اليوم، نفس الكلمة. يلد تيخة بإمكانكم أن تروا أنها يعني فعل الولادة في العبرية الياء واللام والدال، وفي العربية الواو واللام والدال، والخاف الآخر في الحقيقة هي تنطق احتكاكية خا، وإنما هو الحرف كا، لكن الكا عندما تقع في آخر الكلمة تتحول إلى خائن. فالنص واضح، النص العبري كما هو أمامكم الآن واضح، وترجمته مطابقة حرفية. فمن أين أتى هذا الشخص بالتحريف؟ ثم إن علماء المسلمين يعلمون عبارات التوراة وأن اليهود يقولون إنهم أبناء الله وأحباؤه، لكنهم لا يفهمون هذه البنوة على أنها بنوة حقيقية. لا أعرف مسلما شيخا واحدا يفهم هذه البنوة على أنها بنوة حقيقية وأنها بنوة مجازية، بمعنى أنهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يفتري على الترجمة العربية ويفتري على النص ويغير معناه ويتهم ترجمات أنها فاسدة وهي ليست كذلك، وهذا من تكرار إظهار التحريف والتدليس والجهل بالنص التوراتي في لغته الأصلية.